اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في الحديث السادس عشر من باب ما يفصل به بين الدعوى المحق والمبطل في امر الامامه وهذا الحديث الشريف يتعلق بحوار جرى بين الامام الباقر عليه السلام وبين اخيه زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه حيث اراد زيد ان يخرج على بني اميه فالإمام الباقر لم يأذن له بذلك، ودار بينهما حوار. في الحلقة الماضية ذكرنا كلام الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في أنه لا ينبغي لزيد أن يخرج في ذلك الوقت. وبالفعل يعني زيد التزم بكلام الإمام. الباقر لكن الكلام في الحوار الذي دار بينهما في تلك المرحلة. وصلنا إلى هذا المقطع فغضب زيد عند ذلك ثم قال: ليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبط عن الجهاد ولكن الامام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه حاصل كلام زيد انه الامام لا يجلس في بيته ويمنع الناس عن نفسه ويمنع عن الجهاد، لكن الإمام هو الذي يجاهد في سبيل الله حق جهاده، ويدافع عن الرعية، عن الناس، ويدفع الأعداء عما يجب عليهم احترامه. وحاصل كلامه أنك جالس في بيتك، ولا تلتقي بالناس إلا قليلا، ولا تأذن في الجهاد، فكيف تكون إماما؟ والحال أن الإمام هو الذي يمنع عن ناحيته يعني اذا الاعداء تعدوا عليه يدفع الاعتداء عليه ويجاهد في سبيل الله حق جهاده كما في الايه الشريفه ويدافع عن الناس لان الناس تظلم واذا ظلمت الناس لزم الدفاع عنها واذا انتهكت الحرمات منع عنها هذا حاصل كلامه، والآن الزيدية يقولون بهذا الكلام، بأن من شرائط، بأنه من شرائط الإمامة الخروج بالسيف، كل رجل من ولد فاطمة خرج بالسيف فهو الإمام. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا الكلام بجواب الآن نتلوه وحاصله حاصل جواب الإمام أنه حينما في مسائل الدين نحن نعتقد بعقيدة ونقول بقول ونعمل بعمل يجب أن تكون لنا حجة شرعية في ذلك. الدين من الله سبحانه وتعالى، مو قضية مرتبطة بنا بحيث أنه نحن نقترح أي اقتراح، ونرى أي رأي، ونعمل أي عمل. إذا المسألة لا ترتبط بأمور الدين، فشأنك. لكن اذا ارتبطت بامور الدين لازم يكون عندك حجه اما من القران الكريم واما من سنه رسول الله صلى الله عليه واله واما من سيره المعصومين عليهم الصلاه والسلام لازم يكون عندك دليل والا اذا قلت بشيء في الدين لا دليل لك فيه يكون من الباطل يكون من البدعه الان عندنا امور جديده كثيره اذا هذا الامر الجديد لا يرتبط بالدين فلا باس به اذا لم يرت... ينطبق عليه عنوان محرم الان امور كثيره موجوده اختراعات اكتشافات قضايا مختلفه العاب رياضيه اكلات مختلفه انت لا تنسبها الى الدين ولا ينطبق عليها عنوان محرم فلا باس به الله سبحانه وتعالى اباح كل شيء الا ما حرمه لكن اذا نسبت الى الدين تقول هذا من الله بدون دليل يصير بدعه. هسه ماكو فرق الدليل اما يكون دليل عام او دليل خاص، لا فرق في ذلك. لذا الامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال: هل تعرف يا اخي من نفسك شيئا مما نسبتها اليه؟ يعني هالامور هالصفات التي ذكرتها وهي المنع عن حوزته وحق الجهاد في سبيل الله والذب عن حريمه هل تعرف ان هذه الصفات متوفره فيك؟ فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله او حجه من رسول الله صلى الله عليه واله او تضرب به مثلا يعني سيرة الأئمة الماضين عليهم الصلاة والسلام، أو سيرة الأنبياء، لأن الأنبياء والأئمة أسوة إبراهيم أسوة، موسى عليه السلام أسوة، كذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام أسوة، إذا عملوا عملاً لأنهم معصومين كشف ذلك عن كونه أمراً مشروعاً و لازم يقتدى بهم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وكذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ابراهيم يقول: وكذلك سائر الأنبياء. إلا ما علم نسخه، لك بحث آخر. إذا شيء علم نسخه خلص الله سبحانه وتعالى جاء بحكم جديد لأن الحكم السابق انتهى أمده. لكن إذا شيء لم يثبت نسخه فيلزم يلزم علينا أن نقتدي بالأنبياء والأئمة أو تضرب به مثلاً. بعد ذلك الإمام الباقر يبين أن جميع الأمور المرتبطة بالشرع الله سبحانه وتعالى بينها. القوانين التكوينية ذكرها ليطبق الإنسان حياته عليها وذكر قصص السابقين للاقتداء بهم والإمام يعلم ذلك كله سابقا في بحث هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى يامر باطاعه اولي الامر، وقرن طاعتهم بطاعته، وهذا يقتضي عصمتهم، لماذا؟ لان هذا اللي هو من اولي الامر، والله سبحانه وتعالى امر بطاعته، اذا عصى الله سبحانه وتعالى وامر بعصيانه. أو إذا أخطأ الشيء اللي أنا أعلم بأنه حرام هو يتصور أنه واجب أو مباح فأمرني به هنا صار تناقض الآية تقول أطيع الله أنت تعلم أن هذه معصية فلازم تطيع الله سبحانه وتعالى في تركها بعدين يقول وأولي الأمر منكم أطيعوا أولي الأمر زين اولي الامر يقول لك اعمل هذه المعصيه انت تطيع لا تعصي اذا اطعته فقد عصيت الله واذا عصيته فقد عصيت الامر باطيع اولي الامر منكم فالايه تصير متناقضه وحاشا للقران ان يكون فيه تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاذا لازم أول الأمر يكونون معصومين حتى يكون حتى يكون كلامهم وأمرهم ونهيهم دائما متطابقا مع كلام الله وأمره ونهيه، فإذا اطيع تكون إطاعتك له إطاعة لله، فإذا عندما يأمر لازم يكون عالم بجميع الأحكام عندما ينهى لازم يكون عالم بجميع الأحكام حتى لا يكون أمر أو نهي مناقضا لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه لذا فالإمام الباقر يقول فإن الله عز وجل أحل حلالا الحلال يشمل المباح والمستحب والمكروه، لأن المكروه مو حرام لكن الأفضل أن تتركه. المستحب مو واجب لكن الأفضل أن تأتي به، والمباح ما يتساوى طرفاه، فكل ذلك من الحلال. فإن الله عز وجل أحل حلالًا، وحرم حرامًا. المحرمات التي ذكرها وفرض فرائض يعني الواجبات وضرب امثالا يعني قصص ذكرها للاتعاظ بها والاهتداء بهديها لقد كان في قصصهم عبره وسن سننا يعني القوانين التكوينيه فالله سبحانه وتعالى الى قوانين تشريعيه تشمل الواجبات والمحرمات والمحللات التي هي المباحات والمستحبات والمكروهات وايضا له قوانين تكوينيه يعبر عنها هنا الامام بالسنن ولم يجعل الامام القائم بامره شبهه فيما فرض له من الطاعه الامام اللي الله سبحانه وتعالى امر الناس بطاعته هل هو في شبهه من الاحكام الشرعيه او القوانين التكوينيه حتى يامر بشيء خلاف اراده الله سبحانه وتعالى كلا لازم يكون عالم حتى يكون كلامه متطابق مع ما اراده الله سبحانه وتعالى وإضافة إلى العلم يكون معصوم حتى لا يخطئ لأن يمكن واحد يكون عالم لكن يخطئ. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يأمر بطاعته من الأئمة من أولي الأمر لازم يكون عالم بكل الأحكام وبالقضايا التكوينية حتى لا يخالف كلامه امر الله سبحانه وتعالى ان يسبقه بأمر قبل محله او يجاهد فيه قبل حلوله احيانا الانسان يخطئ تشخيص خطا يكون يتصور هذا وقت الجهاد وهو ليس وقتا للجهاد الرسول صلى الله عليه واله كان في مكه والمسلمون كانوا مضطهدين في مكة، والبعض منهم كانوا يستأذنون في الجهاد، الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم، لأنه الجهاد في ذلك الوقت في مكة لم يكن فيه مصلحة، المسلمون عددهم قليل، إذا كانوا يريدون أن يجردوا سيوفهم، كان يطحنهم المشركون طحنه واحده ويقتلونهم ويبيدونهم ويقضون على الدين. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، يعني قيل لهم في مكه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه الى اخر الايه الشريفه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه و كثر عدد المسلمين بنصرة الأنصار في ذلك الوقت نزلت الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فإذا الإمام يعلم الأحكام ويعلم أوقاتها حتى لا يأمر بأمر قبل أن يحل وقته. ان يسبقه بامر قبل محله يعني قبل مكانه او يجاهد فيه قبل حلوله هذا عطف من الخاص على العام الجهاد احد الامور التي يجب الامر بها في وقتها الله جعل اوقات لكثير من الامور بعض الاوقات معلومه لعامه الناس <applause> مثل وقت الصلاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر زين قبل الزوال واحد يريد يصلي صلاة الظهور يجي الإمام يقول قم للصلاة صحيح لا لماذا لأن وقته الذي عينه الله سبحانه وتعالى لم يحن هذا أوقات الصلاة معلومة للجميع لأنها ترتبط بحالات تكوينية من حركة الأرض والشمس. أكو أمور أوقاتها غير معلومة لعامة الناس مثل الجهاد، متى تجاهد؟ متى تسالم؟ في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه واله في بعض الاوديه القريبه من مكه في السنه السادسه للهجره خرجوا معتمرين محرمين فصدهم المشركون في الحديبيه جماعه من المسلمين كانوا يرون القتال صدوهم عن المسجد الحرام جايين معتمرين والهدي معكوف أن يبلغ محله لكن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح المشركين في صلح الحديبية ومجموعة اعترضوا على ذلك وشكوا في نبوة الرسول صلى الله عليه وآله فأمرهم الرسول بأن يبايعوه وراضي عن المؤمنين منهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. بعد ذلك الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يذكر بعض الامثله ان الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الامور اوقات قبل الوقت الى حكم، بعد الوقت الى حكم، والجهاد كذلك. الان وقت الجهاد او ليس وقتا للجهاد. يحتاج إلى تشخيص صحيح بعض الأحيان الإنسان يخطئ تحت تشخيص صحيح مو مجرد أن شفت واحد من الأئمة جالس في بيته ولا يجاهد عسكريا ولا يأمر بالجهاد هذا معناه أنه ليس بإمام والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام والد الإمام الباقر ووالد زيد وهو إمام وزيد يعترف بأنه إمام لم يجرد سيفه في طيلة حياته وحتى الزيدية في معتقدهم أنه الإمام هو الذي جرد سيفه ولو في وقت من الأوقات ولازم دائما يكون مجردا سيفه الإمام الحسن إمام عندهم لأنه جرد سيفه ستة أشهر مقابل معاوية ثم صالح معاويه، خلاص هذا يكفي في امامته مثلا. الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بقي على الصلح الذي صالح به الامام الحسن الى سته اشهر قبل استشهاده، حين ذاك خرج. والامام زين العابدين لم يخرج اصلا بالسيف. حتى اني قرات في شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد أن بعض الزيدية يعتقدون بإمامة الإمام زين العابدين، وهو لم يجرد سيفه. زين هذا شلون يصير؟ أنت تقول أنه لا يكون إمامًا إلا أن يجرد سيفه ولو في فترة من الفترات، وفي الوقت نفسه تقول أن زين العابدين عليه الصلاة والسلام إمام. فينقل ابن أبي الحديد أن البعض منهم خلافًا للمجمع عليه تاريخيًا والثابت اختلق كلاما بان زين العابدين عليه الصلاه والسلام في يوم عاشوراء قاتل مع ابيه. حتى شنو يصحح عقيدته باختلاق قضيه مجمع على بطلانها في التاريخ. على كل حال من الامثله التي يذكرها الامام الباقر لزيد وقد قال الله عز وجل في الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. بعد ذلك يقول: "وإذا حللتم فاصطادوا". لا تقتلوا الصيد وانتم حرم في الآية 95 من سورة المائدة. "وإذا حللتم فاصطادوا" في الآية الثانية من سورة المائدة. في حالة اللي هي حالة الإحرام. في حالة في حالة الإحرام، لا يجوز لك ان تصيد. لكن اذا احللت وانت خارج الحرم وانت خارج الحرم يجوز لك ان تصيد. اختلاف الحكم باختلاف الاحوال. "لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، افقتل الصيد اعظم ام قتل النفس التي حرم الله" هذا مثال يرتبط بالاحوال حالة الاحرام وحالة الإحلال خارج الحرم. المثال الثاني يرتبط بالمكان، وقال عز وجل: "لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام". هذا يرتبط بالزمان. يرتبط بالزمان هذا المثال. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام احنا عندنا اربعه اشهر لا يجوز الابتداء بالقتال فيها ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب قبل هذه الاشهر او بعد هذه الاشهر يجوز الجهاد الابتدائي مع توفر شروطه لكن في هذه الأشهر الله سبحانه وتعالى نهى نهيا شديدا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام فجعل الشهور عدة معلومة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرام وأيضا في السنة التاسعة من الهجرة الله سبحانه وتعالى حرم القتال أربعة أشهر، عشرين يوم من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرة أيام من ربيع الثاني، ماذا قال؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. بعد ذلك يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الزمان صار به اختلاف في الحكم في الأشهر الحرم لا يجوز القتال في هذه الأربعة أشهر اللي في السنة التاسعة من الهجرة لم يجوز القتال لكن بعد ذلك يجوز القتال، قبل ذلك يجوز القتال. شوف الله سبحانه وتعالى من حيث الزمان فرق. مثال آخر يذكره الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. بالنسبة إلى المتوفى عنها زوجها الله سبحانه وتعالى جعل لها عدة هي أربعة أشهر وعشرة. لا يجوز لها في هذه الأشهر الأربعة والعشر أن تتزوج. لكن إذا انقضت هذه الفترة يعني عدة الوفاة انقضت يجوز لها أن تتزوج ففي العدة لا يجوز بعد العدة يجوز الزمان فرق وقال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني المدة التي عينها الله سبحانه وتعالى لعدة الوفاة لا يجوز لكم أن تعقدوا على هذه المرأة المعتدة. يمكن يصير كلام، يصير خطبة، ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، حسب الآية الشريفة، لكن يجوز أن تجري العقد، كلا، لازم تنتظر إلى أن العدة تنتهي، فإذا انتهت العدة جاز أن تتزوج، وجاز أن تتزوج بها. فجعل لكل شيء أجلا ولكل أجل كتابا يعني حكما بينه في الكتاب أو في سنة الرسول صلى الله عليه وآله فإذا الله سبحانه وتعالى فرق الأحكام من حيث الحالات فرق من حيث الزمان وفرق من حيث المكان مثلا الصيد اذا واحد محل ليس بمحرم في الحرم المكي لا يجوز له ان يصيد مكه هي الطرف من الحرم والحرم بريد في بريد اربعه فراسخ في اربعه فراسخ انت قبل ما تدخل الحرم مثلاً الآن في طريق المدينة التنعيم. قبل ما تدخل في الحرم يجوز لك أن تصيد وأنت لست بمحرم. لكن بمجرد أن دخلت في الحرم تجاوزت نقطة التنعيم مثلاً. دخلت في الحرم لا يحق لك أن تصيد، حرام. هذا من حيث المكان. فالله سبحانه وتعالى فرق الاحكام من حيث الحالات، من حيث الزمان، من حيث المكان، وجعل لبعض الامور نهايه معينه، وسجل تلك النهايه المعينه. فلذا يقول الامام الباقر عليه الصلاه والسلام لزيد: الجهاد كذلك. في وقت يجب الجهاد وفي وقت يحرم الجهاد وليس الإمام هو الذي دائما يجاهد بالسيف يعني لا الإمام هو الذي يعلم حكم الله سبحانه وتعالى ويعلم زمان الجهاد من زمان السلم والصلح وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إذا واحد يجي يعترض يقول لا احنا نريد نجاهد مثلا. على كل حال يقول له فان كنت على بينة من ربك عندك دليل من القرآن ويقين من امرك انه انت تكليفك الجهاد يقينا وتبيان من شأنك يعني انت تتمكن من تطبيق ذلك الحكم. فشأنك يعني إلزم شأنك خلاص أخرج إذا أنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى أمرك وإنت على يقين من أمرك وتدري أنه تقدر تطبق هذا الحكم فشأنك يعني إلزم شأنك وإلا فلا ترومن أمرا أنت منه في شك وشبهة إذا شي فيه شبهة أتركه أنت يقين عندك اعمل به، لأنه في حال الشبهة قد يخطئ الإنسان وقد يعصي الإنسان في أمر جلل وأمر عظيم، والله سبحانه وتعالى قد لا يغفر له إذا أخطأ أو تعمد في الخطأ، وكلام الإمام الباقر له تتمة سنبينها في حلقة قادمة، طبعا ايضا نشير ان زيدا رضوان الله تعالى عليه التزم بكلام الامام الباقر فلم يخرج في زمانه، وجاء الى الامام الصادق بعد ذلك واستأذنه فبعد حوار الامام الصادق أذن له، لذلك زيد رضوان الله تعالى عليه مرضي عنه، ولم يخرج الا بعد ان استأذن الامام الصادق كما اشرنا اليه في ما مضى ستتمت هذا الحديث نتلوه إن شاء الله في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.